أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، وميعاد هذه الجولة الصحفية التي نتجول فيها ما بين صفحات الجرائد الصادرة صباح اليوم للتعليق على أهم وأبرز الأخبار التي تصدرت هذه الجرائد. معي هنا في الأستوديو للتعليق على هذه الأخبار الكاتب الصحفي بجريدة الوطن الأستاذ صلاح البولك. أهلا وسهلا بك معنا اليوم. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح النور. طيب يعني مشاهدينا، نستهل هذه الجولة الصحفية من جريدة الأهرام، نطالع خبرا تحت عنوان السيسي وسلمان يؤكدان عمق العلاقات المصرية السعودية، منورات رعد الشمال، اصطفاف عربي لمواجهة التحديات. يعني جاءت مشاركة مصر في هذه المنورات، منورات رعد الشمال، تأكيدا وحرصا منها على تعزيز العلاقات العربية. أهمية هذه المنورات من وجهة نظرك بعد أن عدها البعض أضخم منورات عسكرية في تاريخ الشرق الأوسط؟ شوفي، هو الموقف هنا فيه أكتر من نقطة للتوقف أمامها. نمرة واحد، نعم، أنه مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه بسلمان يضع حدا لما قيل حول توتر العلاقات المصرية السعودية منذ قدوم الملك سلمان ملكا للعربية السعودية. نعم. نمرة اثنين، نحن أمام تشكيل قوة إسلامية، هذه المناورات شاركت فيها 20 دولة، قرابة 300 ألف عسكري وضابط. نعم. استمرت من 26 فبراير حتى 10 من مارس، يعني هي بالفعل أكبر مناورات جرت فيها تقريبا 14 دولة عربية وست دول إسلامية. يعني نحن نتكلم عن تغير الموقف من قوة عربية مشتركة إلى قوة إسلامية مشتركة التي دعت إليها العربية السعودية بمجرد أن قررت أن يكون لها دور فاعل في قضايا المنطقة، دور فاعل بالمشاركة الفعلية. يعني الأول السعودية كان بيقتصر دورها بالدعم المادي بالدعم اللوجستي، لكنها دخلت الحرب في اليمن، لكنها أعلنت أنها تنوي التدخل في سوريا بقوات عسكرية. العربية السعودية هي من أعلنت فكرة إنشاء هذه القوة. كان من الضروري أن يكون الرئيس السيسي موجودا في هذه المناورات للقضاء على أي شائعات تتعلق بتوتر العلاقات المصرية السعودية. ثم نحن نتحدث عن مناورات جرى فيها التدريب على حرب في مواجهة جيوش نظامية وجيوش غير نظامية، لأنه الخطر الذي يواجه المنطقة الجيوش الجوالة وجماعات الإرهاب التي تتحرك سواء في اليمن، سواء في سيناء في مصر، سواء في سوريا، سواء في العراق. وهذا الأمر العالم العربي مهدد بأنه ينتشر في هذا النوع من الحروب، وهذه الجماعات أيضا موجودة في ليبيا وموجودة أيضا في تونس بدليل ما يحدث في بن جردان منذ أسبوع أو أكثر. نحن نتحدث عن حروب ومخاطر تواجه الأمة العربية، كان لابد، والأمة الإسلامية بفكر العربية السعودية، فكان لابد من أن تكون هناك قوة جاهزة للتدخل. أعتقد أن الدولة الوحيدة ما بين العشرين دولة اللي مش محتاجة القوة العربية دي تيجي أو القوة الإسلامية تيجي لممارسة أعمال عندها هي جمهورية مصر العربية، بما لها من جيش، وجيش مستقر ولديه من القدرات والخبرات التي يستطيع أن يفيد بها الجيوش الأخرى. الجيوش الأخرى استفادت من إجراء المناورات برفقة الجيش المصري. الجيش المصري كان عنده خبرات، أجرى مناورات عدة بالمشاركة مع دول أجنبية حتى وحتى مع دول عربية أخرى، فأصبح رصيد الخبرات المتراكمة للجيوش العربية موجود أيضا في الجيش المصري. يعني إذا ترى أن هذه المناورات هي استعدادا لدخول بعض القوات العربية والإسلامية لإنهاء نزاعات في بعض البلدان العربية؟ من المؤكد أن النزاعات اللي موجودة في بس أعتقد أنه سوريا المسألة سوف تكون صعبة، لأن هناك خلاف سياسي فيما يخص النظام السوري. مصر مع بقاء بشار الأسد، السعودية ترى في ضرورة رحيله، ولكن هذه أمور سياسية وأمور قابلة للتغير. ولكن نحن نتحدث عن مخاطر في ليبيا، عن مخاطر في تونس، عن مخاطر في العراق، عن مخاطر امتداد هذه الجماعات الإرهابية إلى دول مستقرة وعلى رأسها دول الخليج العربي، كلها مهددة لأنه عندها حدود مشتركة مع العراق، وجماعة داعش نشأت في العراق وهي موجودة أيضا في سوريا، فأيضا تهدد الاستقرار في كل المنطقة، تهدد الأردن وتهدد السعودية وتهدد كل المنطقة، معرضة لهذه التهديدات. بالإضافة لأن هناك تحدي آخر، التحدي الآخر أنه إحنا عندنا نزاعات أحيانا بسبب عقائدي متعلق بأنه معظم الدول العربية والإسلامية دول سنية، وهناك مشروع إيراني شيعي ومحاولة لنشر التشيع. نعم. يبقى احنا بنتكلم عن بعد آخر من الوارد أنه يكون دافع لحدوث هذه النزاعات، وزي ما احنا شفنا أن السعودية اضطرت بعد عقود طويلة من دعم الجيش اللبناني إلى التوقف عن دعم لبنان نظرا لخلافها مع حزب الله. كل هذه القضايا مرتبطة بما حدث، ونحن أمام مخاطر جمة لم تتعرض لها الأمة العربية
العربية منذ فترات طويلة. الحروب اللي احنا بنتعرض لها مرتبطة بمؤامرات دولية، هناك قوى خارجية تحرك هذه الجماعات الإرهابية في كافة الدول الإسلامية. نعم، طيب يعني مشاهدينا ننتقل إلى صحيفة الأخبار، نطالع خبرا آخر تحت عنوان أبو الغيط أمينا عاما للجماعة العربية. الدوحة تخرج على الإجماع العربي وتتحفظ على مرشح مصر. السعودية والإمارات تدخلتا لتغيير الموقف، والقاهرة رفضت تأجيل التصويت. يعني في البداية أود أن أتعرف منك على أهمية اختيار أحمد أبو الغيط أمينا عاما، أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجماعة العربية خلفا لنبيل العربي. شوفي، خلي الخبر ده ياخد حقه، لأنه ما حدث بالأمس أمر يعني أنا شايف أنه فيه تجاوز كبير. أنا لسه كنت أتكلم مع حد من الزملاء أنه قطر مهما كبرت ستبقى قطر. يعني هتبقى هي الدولة العربية المحدودة مع احترامنا الشديد للشعب القطري، لكن ليس من اللائق بأي حال من الأحوال أنه بعد الاتفاق، وغالبا كان هناك اتفاق، لأنه قطر أمامها معركة أخرى على المستوى الدولي فيما يتعلق بأمين عام منظمة اليونسكو، هم مرشحين حمد الكواري، وكان ما يدور في الكواليس أن هناك صفقة بأنه قطر تمرر أبو الغيط في مقابل أن تمرر مصر الكواري وتدعمه لأنه المرشح العربي والإسلامي الوحيد. فكانت الأمور مستقرة، حتى لو كان أبو الغيط لا يحظى برضا من بعض الدول، كل الدول العربية أجمعت عليه. نعم. باستثناء، خلينا نبقى واقعيين، موقف السودان كان صادما للشعب المصري، حتى من لا يعجبه اختيار أبو الغيط. يعني في أكيد قطعات في الشعب المصري مش عاجبهم أن يكون أبو الغيط، كانوا عايزين حد تاني، لكن في النهاية هو خيار الدولة المصرية، هو خيار كل المصريين. فعندما تكون المسألة مرتبطة بخيار المصريين، كان على قطر أن تضع أمام ناظريها أن هي بتشن حرب على مصر مش مطلوب منها. يعني هذا الدور يؤكد أن قطر جزء من مؤامرة. ماذا تستفيد قطر من استمرار معاداتها للشعب المصري؟ أنا مش عايز أقول للحكومة المصرية، لأنه المسألة حسمت على المستوى الدولي، الأمور مستقرة، وهم وقفوا ضد 30 يونيو. طب موضوع 30 يونيو ده خلص، والعالم كله اعترف بحكومة 30 يونيو وبالانتخابات التي جرت واستكملت خارطة الطريق. ماذا تستفيد قطر من موقف مثل الموقف اللي اتعمل امبارح؟ هتستفيد انت ايه بده؟ ليه كل مواقفك مضادة للمواقف المصرية في المحافل الدولية، ايضا في المحافل العربية؟ هذا يشير ايضا الى عيب خطير في ميثاق جامعة الدول العربية، وهي فكرة الاجماع. حينما يتم اتخاذ قرار لازم يبقى بالاجماع، يبقى الميثاق ده لازم يتغير. ما هو ما ينفعش تبقى العشرين دولة مجمعين على واحد، او 18 او 17، يبقى الامور لازم تتغير وتصبح بالاغلبية. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، خلاص اتفق والسعودية تدخلت زي ما اتقال في الخبر والموضوع اتحل. ايه اللي يخلي وزير خارجية قطر يرجع ويشير الى تحفظهم على هذا الاختيار؟ هو ليس هناك رجل عاقل، رجل رشيد عنده، ما فيش حد يقول لهم يا جماعة خلاص تم اختيار الرجل واصبح الامين العام لجامعة الدول العربية. اذا لو كانت هناك فكرة او نية في حدوث تصالح، سوف يكون طرفا فاعلا في هذا. ابو الغيط رجل مصري وأمين عام جامعة الدول العربية، في حالة النية لمصالحة مع مصر سوف يكون له دور فاعل. فأنت بتكسب إيه؟ أنت لما تيجي تقول أصل الاعتراض والله مش عشان هو مصري، عشان هو كان ليه تصريحات ضد قطر. ما أي حد في الشعب المصري ليه تصريحات ضد قطر نظرا لمواقفها السلبية والغير داعمة والعدائية. يعني قطر وصلت إلى حد العداء من الشعب المصري ومن القضايا المصرية. فيما يخص الشأن الداخلي بيتدخلوا في الشأن الداخلي المصري، وده غير مقبول بالنسبة لنا. فمن حق الراجل انه يقول رأيه. نمرة اتنين، الموقف السوداني انا على المستوى الشخصي واعتقد معظم الشعب المصري ما كانش عاجبه. يعني ايه اللي يخلي السودان تأخذ هذا الموقف؟ مش كفاية الموقف، خليني اقوله تعبير ده يخصني ولا تتحملون مسؤوليته، المخزي فيما يخص سد النهضة. يعني السودان كيف تستطيع أن تبرر لنفسها مثل هذه المواقف فيما يخص علاقتنا بأثيوبيا وسد النهضة؟ موقفهم ضد الموقف المصري قد يكون نابع من بعض مصالحهم، ولكن فيما يخص اختيار الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما الذي يديرك؟ يعني المعروف أن هم ده الأمين الثامن، سبعة منهم مصريين، بعضهم قعد 20 سنة، حسون قعد 20 سنة، عزام قعد 10 أو 11 سنة، نعدهم كلهم، عبد المجيد قعد 10 سنين أو 11 سنة، كلهم مصريين. نبيل العربي بحمد إرادته وترك المسألة، لأنه يعني صدم الرجل بأنه الجامعة غير فاعلة، يعني في ظل هذا الميثاق جامعة غير فاعلة. ولكن المسألة محسومة، دولة المقر ومنذ إنشاء جامعة الدول العربية الأمين العام من مصر، ما الذي استفادته السودان من هذا الموقف؟ ثم اضطرت لتغيير موقفها، وفي النهاية جاء الأمين العام لجامعة الدول العربية مصريا.
يبقى الدول دي محتاجة إنها تراجع نفسها في مواقفها فيما يخص القضايا المصرية. ماذا تستفيد؟ أنت بتكسب عداء الشعب المصري؟ يعني الحديث في هذا الخبر يطول، ولكن لضيق الوقت ننتقل مشاهدينا إلى خبر آخر من جريدة الجمهورية. وزير الداخلية لقيادات الأمن: لن أقبل التجاوز عن حق المواطن والتعالي مرفوعا أو مرفوضا. العمل الملتزم والمنضبط طريقنا لإفشال مخططات الهدم. يعني كيف تقرأ هذه التصريحات المنسوبة إلى وزير الداخلية المصري، وهل ترى برأيك أنها تحمل رسائل معينة؟ من المؤكد أن وزير الداخلية وصل إلى قناعة تامة. على فكرة هو مقل في الحديث، يعني هو من أقل وزراء الداخلية حديثا، ولكن هو من المؤكد وصلته قناعة بأن تجاوزات بعض أفراد الشرطة باتت تهدد مكانة الشرطة التي استعادتها في 30 يونيو، ونظرا لسقوط عدد كبير منها كشهداء في مواجهة الإرهاب، الشعب المصري متعاطف جدا مع الشرطة، خاصة أنه أصبحت هناك نية لمحاسبة المخطئ. لكن في الفترة الأخيرة كل الأمور ما تهدى تستخدم الشرطة أو تجاوزات بعض أفراد من الشرطة، فكان لازم على وزير الداخلية أنه يتكلم مع القيادات، وأنا من رأيي أنه ينزل المستويات اللي أقل من كده، أنه يقعد مع الأفراد، أنه يقعد مع أمناء الشرطة. هي دي العناصر اللي بتعمل مشاكل ما بين الشعب وما بين الشرطة المصرية. أمر ملح للغاية أنه يطلع الشعب على التحقيقات، أنه يطلع الشعب أيضا، مش مجرد أنه يتكلم مع رجالته، برضو أنت وجه خطابك إلى الشعب المصري ووري له أن اللي عمل تجاوز في الحتة الفلانية تم حسابه ومعاقبته، تم إقصاء كم أمين شرطة، تم إحالة كم ضابط شرطة للمحاكمة نظرا لأنه قام بتجاوزات. ده مهم.